صباح الخير، حلقة جديدة من ام تي في لايف نبداها لليوم مثل العادة، برامج فقرات منوعة ضمن برنامجنا بي فاميلي. رح نحكي عن ردات الفعل بين الأهل والولاد، بيت سمارت رح نحكي أكثر عن النظام الغذائي المتوسطي، مارك بينطر اتصالاتكم بي نيتشر، ورح نحكي أكثر كمان ضمن تغطيتنا لكافة النشاطات الثقافية والفنية بالبلد عن كابريولي فيلم فاستيفال، وبسانتي رح نحكي أكثر عن جراحة سرطان الثدي. زميلتي رانيا بتكون معنا بعد شوي. بدي صبح بالخير فادي. هاي فادي، تمام؟ ماشي الحال، كل شيء منيح؟ سو فار سو جود، كثير منيح. بتكنولوجي شو رح نحكي اليوم؟ تكنولوجي عندنا كثير مواضيع شوي هيك متفرقه، بين في اكيد في شيء قسم طبي وقسم ما فينا نقول ويربل ديفايسز. رجعنا نحكي شوي عن ويربل ديفايسز اكثر شوي من قبل، لانه صار في اشياء كثير جديده رح نشوفها هلا سوا بتكنولوجي. ممتاز، رح نكون معك بعد كم دقيقه. البدايه لليوم رح بتكون مع توقعات الابراج والزميله ميرا شبيب باوروسكوب، ومن بعدها بنتابع فقره. صباح الخير إلي. صباح النور. صباح الخير لكل المشاهدين كمان اليوم، إن شاء الله بيكون نهار خير كله وبركة على الجميع. إن شاء الله. مغطخطة شوي اليوم، ايه. بس طقس ربيعي بامتياز. أنا مبسوطة إنه ما في شوب كتير لحتى الأولاد يخلصوا المدرسة. أكيد. بالبرودات يعني. اللي رح نبلش بأخبار أب تو ديت لليوم، والخبر الأول بذكرنا بوضع سيء جدا بلبنان، وهو انتهاء السنة الثانية على الشغور الرئاسي بلبنان وبداية السنة الثانية وكرسي الرئاسة اللبنانية بعد رهينة النزاع الإقليمي الدموي وخصوصا بسوريا. طبعا يعني بهالوقت هيدا بهالسنتين اللي مرقوا تعرض لبنان لكثير من التحديات، مواجهة الإرهاب، مشاريع التوطين المشبوهة، مرورا بانهيار منظومة انتظام العمل العام وعجز مجلس الوزراء وشل مجلس النواب، تراجع الاقتصاد طبعا، الاستثمار، تهجير السياح، وغرق البلاد بالنفايات وفضايح وفساد من هون وهنيك. وبتستكمل طبعا بكركساعيا مع فرنسا والفاتيكان والدول المؤثرة لا انتخاب رئيس الجمهورية لهلأ، بعد ما في نتيجة. ومن جهة حمل رئيس الجمهورية اللبناني السابق ميشيل سايمين حزب الله مسؤولية استمرار الفراغ الرئاسي بالبلاد من سنتين وعدم القدرة على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وطبعا من وقت ما هو ترك سنة 2014. سايمين بحوار صحفي شاف بأنه استمرار الفراغ سبب ببساطة عدم تقديم المصلحة الوطنية على المصلحة الشخصية وعدم التزام الوسيلة الديمقراطية كحكم. اعتبر من الناحية الأخلاقية بأنه ممكن يكون من حق حزب الله مساندة حليفه، ولكن الوطن هو أهم من كل شيء. شدد على عدم بحث أي موضوع إلا انتخاب الرئيس والتشديد على هالنقطة فقط، وبأنه مش ممكن أنه ننجز قانون انتخاب إذا ما كان في رئيس للجمهورية. أي انتخاب بيصدر جراء هالقانون هو غير دستوري، ولو كان في مجلس نيابة جديد فرح بيكون شبيه بالمؤتمر التأسيسي فقط. أكيد ما لازم يكون في قرارات عدائية، ولازم نرجع عن يعني نحسن الوضع الاقتصادي، الوضع السياسي، السياحي تحديدا بلبنان. السياحي والسياسي الاثنين سوا. رح نروح على روما وتحديدا على أوبرا روما على لاسكالا، يلي عم بتقدم عمل جديد بالتعاون مع نجوم هوليوود. هالعمل بيجمع عدد كبير من النجوم بينهم كيم كارداشيان، يلي عم تعود تتقدم أوبرا لا ترافياتا لا فيردي. المهم بالموضوع أنه الأوبرا بروما كانت عم تخسر كتير، واليوم هالإنتاج رح يعزز عودتها ورح يعزز كمان إذا بدكم الإنتاجات الجديدة والتخفيف من الأعباء المالية. فهالأوبرا الجديدة يلي عم تنعرض من 24 الشهر لحزيران، تحديدا ل 30 حزيران، كلفتها 1.8 مليون يورو يعني 2 مليون دولار. وصلت المبيعات، مبيعات التذاكر لهلا يعني قبل ايام قليله كانت وصلت ل 1.2 مليون يورو، يعني هذا رقم قياسي. واستعان فالنتينو غارافاني المصمم، مصمم الاوبرا الشهير، بصوفيا كوبولا الحائزه على جائزه اوسكار لاخراجها، واشترك في تصميم الملابس مع اثنين تولوا الإدارة الإبداعية للعلامة التجارية اللي أسسها باسم فالنتينو. طبعا عمل كبير لكل يلي بإيطاليا عندهم فرصة أكيد
انه يشوفوه، خاصه مع تراجع اهميه الاوبرا حاليا، بقى هيدي عوده اذا بدك بطريقه جديده وحديثه. هيدا ماركتينج من خلال المشاهير ذكي. يعني هون بنحس شوي انه قد ايه الناس كمان بيروحوا على الامور شوي السطحيه، يعني الي اكيد بيرجعوا بيستعيدوا هالفن او هالامور العميقه بالثقافه، ولكن هن المشاهير يلي شدون وتحديدا كيم كارداشيان. يعني الي طبعا موضوع الكحول، السواقه والكحول بعده موضوع شائع ومستمر ورح يضل يستمر طالما في شباب بالحياه، ممكن يكونوا ببعض الاحيان شباب شوي متهورين. اليوم في تقنية جديدة لحتى نقدر نكشف أو نساعد بقياس الكحول بالدم، وهو إسوارة جديدة فازت بها التحدي، شركة موجودة بمدينة سان فرانسيسكو بمسابقة برعاية الحكومة الأمريكية ابتكرت إسوارة إلكترونية بتقيس نسبة تركيز الكحول بالدم، وهي حاليا هي أحدث تكنولوجيا قابلة للارتداء بمجال تشخيص وتتبع هالحالة الطبية. وحصلت شركة باكتراك الخاصة لتصنيع الأجهزة الطبية على الجائزة الكبرى وقيمتها 200,000 دولار بفضل هالسوار الذكي يلي بيشتغل من خلال العرق يلي موجود على جلدتنا. بعد ما تقدم المنتوج لإدارة الغذاء والدواء للموافقة على تسويقه، وقال دكتور جورج كوب رئيس المعهد الوطني لإساءة استهلاك الكحول وإدمان المشروبات الكحولية التابع للمعاهد الوطنية للصحة، بأنه هو بيتوقع أنه يصير هالجهاز بالذات هو أكثر أداة إلى قيمة حاليا بقياس أو بمجال أبحاث الكحول، وأضاف بأنه ممكن يساعد الأطباء على معرفة تاريخ هل مريض بيشرب الكحول. هون عم نحكي أكيد عن حالة الأشخاص المدمنين جدا، وقال بأنه هالأمر بيساعد جدا بالعلاج، لأنه ببعض الأحيان ما بنقدر نعرف، وببعض الأحيان هالشخص المدمن بيكون منه واعي على هالموضوع أبدا. القانون والطب لهم فترة ناطرين هيك اختراع، وقالت الشركة ببيان بأنه أجهزة مراقبة الكحول بالدم المستخدمة بالدوائر القانونية حاليا والطبية كبيرة كتير يلي بتنوضع على جسم الإنسان كأنها قيود بتكبل الأشخاص يلي بيستخدموها، فمنشان هيك جربنا أنه نلاقي هالجهاز السهل ارتدائه أكتر. في حملة صارت مؤخرا على فيسبوك اللي كانت كتير حلوة، ما بعرف إذا شفت الفيديو، عن هالشخص يلي بيطلع لايف بروجكت من السجن بنايت كلاب بالمراية بالتواليت تبع رجال، بيحكيهم لايف دغري هيك فجأة، بينقذهم وبيخبرهم قصته، هو كان شربان وعمل أكسيدان وقتل شرطي عنده 4 أولاد طبعا، انحبس اليوم عم يعمل هالتوعية من خلال هالطريقة هاي المهضومة، فأكيد واجب الانتباه دايما. حلو كتير استخدام التكنولوجيا بهالقضايا المهمة اللي كمان دورة مؤثر اليوم بحياتنا. منضل بالأخبار التكنولوجية ورح نروح على دبي يلي كل يوم قادرة أنه تدهشنا. فقط افتتحت إمارة دبي أول مبنى إداري مطبوع بتكنولوجيا طباعة أو الطباعة ثلاثية الأبعاد في العالم، وذلك في إطار مساعي الإمارة لتطوير تكنولوجيا بتعمل على خفض التكلفة وتوفير الوقت. وقال بيان لحكومة دبي أنه تم استخدام خليط خاص من الإسمنت بهالمبنى، وأشار إلى أنه خضع لاختبارات قوة التحمل ببريطانيا والصين. كما ذكر أنه المبنى مزود بأحدث أنظمة الأمن والسلام وتكنولوجيا المعلومات. طبعا المستقبل مثل ما نعرف قائم على هالطباعة، طباعة ثلاثية الأبعاد، سواء المباني، الملابس، الأجهزة، الأكل وحتى أعضاء جسم الإنسان. وهالمشروع هو بإطار خطة استراتيجية طموحة للتأكد من أنه 25% من مباني دبي، تخيلي رانيا، رح تكون مطبوعة بتكنولوجيا 3D بحلول عام 2030، ورح يكون المبنى يلي أقيم تخيلي ب 17 نهار تعمر، وكلفته بس 140,000 دولار، مقر مؤقت لمؤسسة دبي للمستقبل يلي بتوقف وراء هالمشروع. روعة، توفير وقت، توفير مال بكل شيء. بنوصل لآخر خبر لليوم عن بنت صبية روسية اسمها داشيك جوبانوفا يلي كان عندها صبر كبير بأنه تترك شعرها يطول لمدة 13 سنة، وهيدا كان تحدي بالنسبة لها
لها كان عندها حلم بانه تخلي شعراتها يدقوا بقدمها باجرها من تحت. بتقول انه كان عندها هيك انواع اكيد برودكتس وشامبو لحتى تقدر تهتم بشعرها. وهون عم نشوفها مع الشعر الطويل بتشبه شخصيه الكرتون رابنزل يلي كانت تمد شعرها من القصر يلي انحبست فيه حبستها خالتها فيه. وبعدين لقيت بتعرف الأمير وطلع لعندها وكانت هالحرباية صغيرة اللي هي حيوانها الأليف تساعدها. كتير مبينة بتشبهها هون. أكيد أكيد كانت متأثرة بهالشخصية، ولكن بتقول أنه كمان هي كانت متأثرة بوالدتها وبجدتها لأنه كمان هن عندهم شعر كتير طويل وكأنه هيك بتمشي تقليد بالعائلة. حلو. سريعا رح نروح على صورة اليوم وهي من مدينة الشمس من بعلبك. طقس غائم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة. يعني هيدي كانت أخبارنا بأب تو ديت لليوم. رح ناخذ وقفة سريعة ومنتابع MTV Alive.